كأس العالم الماضي ملعب فان دايك إلى أمامنا جماهير في لقاء نقدر نقول عليه فيه حسابات كثيرة جدا بعد غياب كوتينيو ورحيله لنادي هادي مش مستعجلين ولكن عرضية لأهل صلاح تفوت من أمامه أول كرة تفوت وتعدي من محمد صلاح قريبة جدا هذا الملعب لم يشهد أي هزيمة لنادي ليفربول نادي ليفربول الآن يعرض لهجمة ولكن التسلل المتواجد نادي ليفربول 7 مواسم استطاع أن ينهي صلاح ماني يستلم كرته ماني سيدو ماني 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 بقدم اليمنى على الرغم من سقوط ماني في اللقطة الأخيرة ولكنه حافظ على الكرة وسدد الكرة بقدم اليمنى شوف هنا الضغط كان ممكن يلعب الكرة بقدمه اليسرى الوسط الجديد والتسديد وبرة والتسديد وبرة يسدد الكرة أول ظهور فابيانو صلاح وسط ثلاثة صلاح 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 التمريرة فيرمينيو 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 وأولى الأهداف من فيرمينيو وأولى الأهداف من فيرمينيو تعود الشباك لتهتز مرة أخرى على ملعب نادي الأنفيلد محمد صلاح قطع الملعب بالعرض وفيرمينيو استلام ووضع كرة بكل هدوء كلوب صامت تماما هادئ جدا فيرمينيو النجم البرازيلي تعامل مع الكرة بشكل ممتاز جدا استلام استطاع ان يفوز في 19 مرة وادي مرة اخرى بهدف جديد بهدف جديد بهدف جديد نعم فاينال داون يأتي بهدف جديد الان الاهداف تأتي بكل اريحية نادي ليفربول كل واقف بشكل ممتاز جدا فاينال داون جاي من ورا الثلاث مهاجمين بشكل ممتاز جدا محمد صلاح واقف عمل الاوفرلاب من وراء وتحرك بشكل دين واقفين قريبين منه ساب المسافة ماني ماني وسط ثلاثة ماني يفوت ويعدي ماني والعرضية على الارض ماني كيتا كيتا نابي كيتا بصوا الثانية كيتا من جديد كان ممكن كيتا اخيرة محاولة فالكي للاقتراب ولكن ترجع كور من جديد والعرضية وهدف نعم بيلوتي احد افضل الهدافين في تاريخ نادي تورينو يتواجد في احداث هذا اللقاء يتواجد بهدف اليسون هل يلام اول مباراه له على ارض زياده كله بينفذ التعليمات على قد اللقاء الضغط متواجد بالقد محاولات لتنفيذ جمل معينه البحث عن التمركز مفيش في لعب مختلف والان صلاح ياتي بشيء مختلف صلاح يدخل داخل حدود منطقه الجزاء ولكن مفقوده الكره محاولة اختراق جديدة من محمد صلاح بدنية كبيرة تطع كرة مورينو 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 العرضية من مورينو على القائم البعيد وصلاح في آخر ربع ساعة من أحداث الشوط الأول نادي ليفربول محمد صلاح باصة والتانية الله تفوت وتعدي الكرة الأخيرة محاولة تسديد وقادر ينجز بشكل جيد جدا دفاعيا محاولة جديدة أنكيتا وتسديد تصطدم الكرة وركلة ركنية إنكولو عملية فدائية بشكل جيد جدا في التأمين في اللقطة الأخيرة شوف هنا فيرمين كورتو بتلعب الكرة على القائم القريب تفوت وتعدي ولكن تركيزها جدا من أقصى الجانب الأيسر الجانب الأيمن وعلى العرضية ملعوبة الدوري يتمناه جماهير نادي الأنفيلد صلاح من جديد بصني يستلم كورتو ماني ماني يفوت ويعدي ماني فضل الحل الفردي وقف على كورتو عرضية هدف ألكسندر يلعب الكرة على القائم القريب تفوت وتعدي الكرة من جديد ولكن جيد امام نابولي على فكره غلط غلطتين ثلاثه خطيرين وامام تورينو تشامبرلين في الموسم الماضي شاكيري يستطيع ان يقدم شيء مختلف في الامام وتسديده من بعيد الان جديده تسديده جديده نعم جونز متقدم واخد ثقه اكثر جونز لسه لاعب شاب صغير كل الاسماء دي هتفيد هتفيد فين اف اي كاب بالنسخه الالمانيه الكسندر الماضي الموسم اللي قبله لا كان عصي ما كانش بهذه السهوله شوف هنا التمرير من خلف المدافعين ماشي تحرك بشكل جيد تحرك بشكل ممتاز انجز والتحرك في اللقطه الاخيره كل دول بدلاء بشكل جيد لكن المركب هيكون عامل ازاي في مسيرته اللي قدمها حتى الان في ليفربول بالمصاريف اللي صرفها يجب ان ياتي لقب
ريمر يلعب كرته من جديد على القائم البعيد، ورينجون يستلم كرته، العرضية في الانتظار، تتلعب كرة على القائم البعيد تفوت وتعدي. هنا في حماس أكثر من اللاعبين المتواجدين من نادي ليفربول، يعني تماما أنهم عايزين يثبتوا نفسهم أكثر وأكثر. مفيش حد مستريح، مفيش حد تحس إن يعني كان في تم صفقة النادي برشلونة، فيليبس هنا ودخول بشكل قوي جدا، بيلوتي يسقط على أرضية الملعب، نادي برشلونة أيام إيدو وقدم شاكيري، عليه انه يسعى انه يغير من فكره شويه. شاكير منتخب سويسرا يعتمد عليه اعتماد كلي، لكن المنظومه ادم لانانا بتلعب الكوره مقطوعه على مرتين. إن كاس العالم ده التغيير في كره القدم، دي الاختلافات في كره القدم. هنا محاوله جديده بتسديده من ستوريج، ما ينفعش الكره بتضيع. ستوريج وهو بيستلم بيلف ويعدل امامه الزاويه، دي كانت المفروض تبقى في المرمى. دي إنجز كان قريب جدا من احراز هدف ثالث في احداث هذا اللقاء. شوف شاكيري، شاكيري اللي احرز هدف في اللقاء الاول مع نادي ليفربول بمقصيه رائعه. لقاء اليوم يشارك في احداث اللقاء ككل منذ بدايه احداث الشوط الثاني، ما دخلش منطقه. احنا مش بنعمل كوبي بيست للخطه اللي قبليها، احنا بنلعب بفكر ثاني خالص. المشكله الان المساحات الشاغره في خط الظهر هي نفس المشكله، اختلفت الخطه، اختلفت الاسماء، ونفس المشكله الهجمات المرتده السريعه هو اكبر تهديد على نادي ليفربول. وضع طبيعي على فكره، ده وضع طبيعي لما بتلعب بالاجنحه بتاعتك كلها طالعه لقدام شبه شاكير بتاتي من الفتره الثانيه. هتو كيس تلاقي واحد زي ثلاث حراس مرمى منهم كيريس بيدعمه بيقول له اخرج من اللي هدف في احداث هذا الشوط. يحتاج ستوريج لهدف ولكن بعيد. ستوريج يبحث عن وجود شيء لثاني مره. ستوريج يلعب كوره ما يكونش مقتنع بيها، الباصه الثانيه ملعوبه، ستوريج يصل للكره الاخيره ولكن